الآثار أعادوا ترميم معبد عزرا اليهودي، وأزاحوا الستار عن دير الأنبا بنيتاوس، صح كده؟ أتمنى أن أكون بنطق مظبوط وأعتذر لو النطق خاطئ، وعزرا ومار جرجس. اللي احنا بنتكلم فيه ده بنتكلم على مباني بقدر ما لها قداسة كبيرة في طوائفها، بقدر ما انه ليها تاريخ اثري كبير ومتميز وهام جدا. هنا اخد معانا على التليفون بعد اذن حضراتكم دكتور جمال عبد الرحيم، عضو اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية. اهلا بك يا دكتور جمال. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا وسهلا استاذ دكتور. دكتور جمال، مهم عندنا ان احنا نلقي شيء من الضوء، حتى انا عارف انه تبقى المكالمات ضيقه لا نستطيع القاء ضوء كامل على ما يحدث، لكن شيء من الضوء على هذا الحدث الاخير من ترميم هذا المعبد وهذه الاديره. زي ما حضرتك ذكرت، يعني اول امبارح بالظبط معالي دوله رئيس الوزراء يفتح مجموعة من الآثار بعد الترميم الدقيق والترميم الهام اللي قام به المجلس الأعلى للآثار، وطبعا من خلال طبعا وزارة السياحة والآثار، سور مجرى العيون. سور مجرى العيون اللي كان بيوصل المية من نهر النيل الفرع اللي هو من عند فم الخليج إلى القلعة، ثم بعد ذلك إلى أقدم حصن روماني في مصر، حصن بابليون. ثم زي ما حضرتك ذكرت في الصورة معبد إبراهام بن عزرا، وهو أقدم معبد يهودي في مصر. النهاردة بقى الجميل إن السيد وزير السياحة والأثار والأمين المجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري يفتحوا مجمع ديني جميل جدا ورهيب جدا. فين بقى؟ يعني أول امبارح كنا في القاهرة، النهاردة كنا فين؟ في قلب الصعيد، في نكادة، في مجمع ديني بيضم اثنين من الأديرة المهمة جدا، دير ماري جرجس ودير الأنبا بسنتاوس. ومجموعة من الكنائس، حوالي خمسة، مجمع ديني قبطي بيرجع من القرن السادس حتى القرن الـ18. ده إذا دل حضرتك يدل على اهتمام الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار بآثار مصر، والتوسع بقى، توسع في خريطة مصر السياحية، السياحة الدينية. حضرتك ذكرت الثقافة السياحية اللي هو مسار العائلة المقدسة ومسار أهل البيت وكل الآثار الإسلامية اللي تتميز بها مصر عن غيرها من الدول الإسلامية الأخرى. ده شيء رائع وعظيم إلى أبعد الحدود. طب دكتور جمال، في رؤية حضرتك يعني رجل هو ضالع في هذه الأمور، بل هو متخصص في هذه الأمور، إحنا ماشيين في أي الاتجاهات لو صح التعبير، أو ندي الاتجاه بتاعنا كام على 10 في مسألة الاهتمام بهذه الآثار، إسلامية كانت أو يهودية أو قبطية إلى آخره، واهتمامنا بالترميم، علما بأنه الترميم مكلف إلى أبعد الحدود؟ لا، احنا في مستوى عالي، وهقول لحضرتك في مستوى عالي ليه. الترميم اولا التمويل مصري، حلو. يعني اللي تم النهاردة واللي تم اول امبارح بايد مصرية وتمويل مصري 100%. واحنا عندنا يعني، وشرف لي انا استاذ في كلية الاثار جامعة القاهرة، عندنا قسم مهم جدا هو قسم ترميم الاثار. ولادنا بيتخرجوا من القسم وبيقدي ايه، بيقدروا بيتعاملوا مع كل الاثار سواء كانت تحف منقوله او اثريه. هقول لحضرتك ايه، زي الطبيب اللي بيتعامل مع ايه، مع المريض اللي حالته يعني صعبه جدا. فقد ايه ولادنا عندهم درايه وعندهم علم وعندهم ادوات في ترميم مثل هذه الاثار. حضرتك لو شفت او ذكرت كيف كان حال الآثار الإسلامية، وبقول الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، قبل ما بتبدأ تظهر بقى صورتها للترميم. وعايز أقول لحضرتك هناك المزيد، أنا يعني مش هقول إيه اللي بيحصل، هناك المزيد قريبا من الافتتاحات في الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية،
بعد ترميمها ترميم شامل، لأن كانت وصلت للأسف هذه الآثار إلى مرحلة يعني أقول لحضرتك إيه، المياه الجوفية وعوامل الزمن وعوامل التعرية كانت بتأثر فيها كثير جدا، وبالتالي الدولة مشكورة بدأت تهتم بيها وهتظهر إلى النور بالشيء الجميل جدا، وتاني وتالت ورابع تنشيط الثقافة والسياحة صح. الدينية. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور جمال، وعلى الحتة بتاعت الإخة دي إنه قريب هيبقى فيه افتتاحات كتير. خدنا معاك يا دكتور، أشكرك جدا دكتور جمال عبد الرحيم عضو اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطية.